بسم الله الرحمن الرحيم كل وانا اكسن كسر دواد برامج كيني دبكا دا القيبتان وحين نكويغي دونا باقشة دا رئيس الوزارة حمزة مقالة دا چكچيغا ومان تا كتا غي يسو دوين تيهال كاسي لوغو سمي يبل وحيابا حقوق دامنا ياسي كوبان ويغي دونا وحايلة چوغا صاحب كي جامع قلت جاع سودو أدوه ما شاء الله واي بالكورن هدا نكي حمزة ها وقد دكتي باش هاتيقن باتفي دبون وكالي هاتيقن بيلين هدانا كل قرشوهي سي وحو كسو عليبا وحاصودن وقمهم سلام على مرينا ماشي وكدي كورن بل سودويتي سيقول مغد بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا قدام ببطل الصوماليات نيل كستي تشوغن بوحن الله السلام الله عليكم إن سودوينت رئيس الوزراء حمزة عبد البرّة رئيس الوزراء جمهورية الفدرالية الصومالية هي مقالة تشيكتشيكا رنتي سفي عم بقول عليك مرك الله في ريد قاب كا سودوينت برشيد الدرين كذا يو سيدا مارك تايتو لوغ ديار جروبي سي مارك تايتو ادو هرس الرئيسة او مارك تي ان موچين ايسا صومالي نمو يو ولالتين نمو يو مارك تايتو دي ولاليه كلبادين باي سوق تغي ماشا مركا ومارك تايتو سيدي رمبا لو سودو يانا ولا سودو باندين عناك كلينا هاي مرها دو ميشا تيغي دي كهذا يوح كلي او لغادة هاي ما اي جيران مهما دو مسودو هلا سودو ويو دي وحي ميشا ان ولتغانا يو قرشاها واتي يو قابك اي وحو سعودانا ايش اون بانكو هاينينا لكن هادا سودوين ادو ونكسن ان محامكو الى هذا يتكتر جمع يسا درينكا سومالي النمو ايو بلشة داسي انا يتهي بلشو ان سوماليات وضب كذي يدل كذي بقوه اللو دي بلا سيب بلايا قعانتا اي كوليك تاي ام با مارتي يكا موقاتي ماشا بلايا قعانتا كوليك ماكو دا دي بلايا يسا ما هيساتو بلايا يسا طوايدا بلايا مدوبة ديكت ماشا چين مدوبة كفريسي ما مغاش چين مدوبة ديكي way rais wasaaraha hamza iyo waftigiisa dabcan madaxweynaha deegaanka ku soo dhaweeyay garoonka isla markaana dad aad u badan oo calamo iyo calamo qoyan balmo baa ayaa maartay robotki iyo wadooyinka ka hortay ee soo dhaweynta dhinaca dawladda waxa mudda aad baa uga diyaar garowday marka la fiiriyo tilmaan nooc ay bixinaysa marka in qab noocaas la soo dhaweeyay in warun oo dawladdu ka sii diyaar garowday هاوي علنكي سوماليا يا مانتا مدحتيدا جيكشيكا بابانايا ومحان قولي هذا يتوحول بكا قصر ريا وكتاقن ان مغالي جيكشيكا هيد باسفي عن ايادون او قدير قرودي او علامادي محان قولي علنكي سوماليا يا ودوين كي لغوش الرحي قفول بقولي سو علم وين محان قولي هذا يتو اما كالا لادي رديسا اما اولا رحمي رايسانا يا ان انتي اي سعوتي سودوين تي قبان قابضونا وحاوي يدي سوين بأموغذي أو ولا لا صوب حي. حوين تاني واحد موجين إذا ومركب كوباد معها واحد ولد دو أيدات كأيده كقدرتي. سد الداع مارته أنت بدن عادة داع. توبيا دقن كذا ويهاي. دات كشركة يوصلوينها يو ولا صوب حيا أو إن الباب بدو ولا حرا. شيء شيء يدا إسسيح داي. يدا سيد ديار جرودي. حال اللي جم سيحن. على مدى اللي وده تلني علنك سومالي يا علنك ديا علنك سومالي ده. يا اللي تلني. يا كي توبي. كي توبي دوله ده وده تي. مصباح بحر سنة. إن لكن دتك علنك سومالي يا علنك ديا علنك. يا إمارتي سيد تلني. سيد هذا سومالي ده هم علنهم بلاه ده هاي. علنك بروج حدك تشنت جيس عليه. علنك أم بسومالي ده علن واه. waxa kala odhan waa uu iska maaragtayto waa ku dabowad laakiin calanka quluubta iyo maaragtay qalbiga shacabka Soomaaliyeed deganay ee Soomaali oo dhan meel joogta ay leedahay waa calanka hatta Djibouti waxa weeyaan waa calanka kaliya ee lagu mideysan yahay ee la wada leeyahay ee mar walba dareenka Soomaalinimada xambaarsan waa kaas weeyaan Soomaalidu kuma mideysnay si hoose si ugu mideysan tahay ma si guud iyo si hoose ma aha si rasmi ah ugu mideysan tahay waxana waa qalbiga waxana waa de afka wax laga leeyahay maryahan kale ah hadda maamuladu ay wada taagteen iyo kan jigjiga waa isku mid kan Ethiopiana de waa maaritaa de isagu waa ba waa buluuga wala marka waa qof Soomaaliga waa cadaw oo gal laga saaray jiray ya de hab waa maamuladan ku yiri maamulada ma aha kan Hargeysa ka taagan kan Hargeysa ka taagan kan Puntland ka taagan kan jigjiga ka taagan kan Baydhabo ka taagan waa isku mid waa mariyo dhamaantood laakiin calanka qalbiga dadka Soomaaliyeed وكو حاصلايو لو ودالي يهي ووهري على اي صومالي يالاتو ميقالة هرقيسة اللاقة تاقي كان حدكتا بلوغة حدكتا كان بلوغة حدكتا شانتا قيس لها عادي اي كودن بدان تهيبوها مهمة دواكا وحي كدن بيه قداشي يمدنا واسكا عرام بيلاديو اوكي واي واسا امسان تاي مركا ما واسا يتهيوي ما حسان امسان هاي
saytahay waa hadii reer iska yeelan way ma hadii ay yeelan iyana yeelan lagama baahna ba way marka la fiiriyo marka xamse waxa la leeyahay sirdoonka Itoobiya oo dhan ba la socod oo doog guuray macay raba ta sirdoonku waa un kala ilaalin ba leeyahay waa iska wax caadi ah ma sagay mustaqbalka leeyahay ha ma yaani ma arday inay wax meesha ka socda ay ogaadaan wax weyn lagu wada hadlin hay waan afka la isu dhuubin hay waa iska caadi midaasu shaqo caadi ku tahay marka uu ahmaara hadii la booqanayo sirdoon ma raacan maxaa sirdoon Soomaalida ka sirdoon ma gobolkan aduu hadda ka aaminsan tahay gobol Itoobiyaan ama dad Itoobiyaan hadda ka aaminsan tahay yaani inaysan ahayn bay ku sheegaysa iyaga intana marqaati kuugu firan sirdoonka Itoobiya jooga Soomaa wixii odhan baa walaaqan Soomaa waxa weeye gobolkan waa gobol gacan cadaw ku jira qof kastana wuu og yahay qof loo sheegayahay ma uu jiro kii aan ogeyn in loo sheego uma baahnaba laakiin muhiimadda waxay tahay in Itoobiya yacni way isxoogaa yar maaragtay way isgadaysaa mooyaane oo inay yacni maamulkan systemkan cusub ee hadda jira raba inuu dareenkiisa bedelo oo uu yiraahdo Itoobiya tii hore ma aha laakiin waa been wey Itoobiya waa un Itoobiya wey Itoobiya cadawga koobaad iyo labaad saddexaad afraad shanaad lixaad toddobaad sideed sagaalaad tobnaad ay leedahay waa mustafi iyo xamsiya inta ku xeeran wey kuwii baa marka duruuftu waxay ku kalifaysaa inay ogolaadaan inay isu yimaadaan oo tabar baa maaragtay xoogaa yaa ka hiilinaysa marka adduunkii iyo bulshadii soomaaliyeedna inay tustay rabtaa haddana iyagiina way ku kala dhex jirtaa marka khudbadaha iyo meelaha u mooyaana si gaar ah inayna u wada hadlo dhihin waree dhahab xagee wax marahayaan xagee wax marahayaan xagee maalmihii dhowita maxaa jiray haddase xagee wax u wadnaa in la dhahay diidayaan intii ay dhisaa isugu sheegeen ka badan inay jigjigay isugu sheegaan ma ay rabto Itoobiya marka muhiimadda waxay tahay Itoobiyaduna way is og tahay Soomaaliduna way og tahay waxa ay isku yihiin labadoodu marka dee waa shaqadooda ay qabsanayaan adiguba ma aadan yeesheen adoo booska maanta Itoobiya ay ku jiro oo Soomaaliya oo Baxardaar iyo maxaan ku yidhaahdaayto xukumahaya Gojam iyo Gondar xukumaya ma aadan yeesheen maxaan ku yidhaahdaayto inaad tigreey axmaar isii wada haa oo ay maxaan ku maya tigreey axmaar waxa iska wagelinay axmaara dhexdeeda oo adigu aad qayb haysato inay maxaan ku yidhaahdaayto si qalbi samaysan iyo simaha isugu yimaadaan oo ay wax isugu sheegaan oo masaalix iyo dana iyaga u gaar ay ka wada hadlaan ma aadan yeesheen marka waxaadan adigu yeesheen iyaga inay kaa yeelaan ama kuu yeelaan ha ku xisaabtan bamaasan tahay oo NLF waa cabanaysaa waxaa leedahay inta xalay dhiiqal waana loo geliyey ba haddana maanta lagaga baxay marka war oo NLF taas ay joogtaa jigjiga hay dhiiqal oo lagaa isla jeexay iska cawdaan bariyahan ba cabashada ma wadeen hay ruka muhiimaddu waxa weeye waa inay ogaadaan meesha ay joogto ama meesha ay joogaan waxa ay meesha ay waxa ay lahayd ra'iisul wasaaraha waa soo dhaweeyeen xubnuhu ay yimaadaan maantana waa temaya wanaayaan waa nalo diiday leeyahay xafiiska aniga ciidamada loo dhigay waa mustafa waa nin fara badan wey mustafa in ay baran waayeen kama ma ayna hoos joogin marka hadday baran waayeen tayaga u taalan iska cabaadaan waxaad la jeeday baran waayeen temaya mustafa waa mustafa dii waan ku ahaa mustafa saacad basid uu rabo isagu yeelaa marka isaga qofkii hore u diray uu yiri soo diyaar garooba maryihiini soo qaata maxaan ku yidhaahdaayto soo baxa ra'iisul wasaaraha waa soo wada dhoweynaynaa marka markii dambe isaga un baa diiday laakiin isaguna nin buu maaragtay eebbi yuu saaray xuseen qaasim miya la yidhahda haa isna eebbi yuu dhinac u saaray fagaaruuna ka sheegay ya fagaarihii meeshii markii lasoo dhoweynayay ra'iisul wasaaraha yuu labo intoodiiba cadaanta ku wada diray oo yiri maxaan ku yidhaahdaayto xuseen qaasim iyo oon lafti iyo wixiiba oon la bisagay yiri soo diyaar garooba oo inta la hadlay yiri wixii mara idiin yaalay iyo wixii aad ku darsan kartaan soo arursada soo qaata laba maalmood bay diyaar garooba hayeen xalay waxay mariya toleen ilaahay baa xaalkooda ogaa dadkii mariyaha toleen ay qayb weyn ka ahaayeen mar laale iyo markii hawshii ay dhamaatay subaxii saaka ahaa mid kale oo isna madaxweyne kale ah madaxweyneyaal badan baa jigjiga ka jira oo inuu remiyaa abdi uu remiyaa lahaa isna wuxuu yiri gawaadhidii aad fuuli lahaydeen aad maryihiina la fuuli lahaydeen anaa diyaar idiin la ah kana soo diyaar garoob yiri moogta wixii maryahana soo qaata wixii kharashay ku baxana anaa qaybteeda ka bixin doona
مركي رئيس الوزراء لسوره ويكب هولها إذا ما ذا مستفاد ها وحيو صاد ديال جروبه كنا وحيو الجديد كنا إذا سينايا لما أسسوا ما ينادين مركي أنت واجي بريء وحود يا سكوس أروسدين ماشي أيكب حلاها إن لجاره يا طبعا قبل أو أي مودة هي إن يجو إن مارت هلوس أو قارة إذا أنا أري لا يا راتك لهرد أي قبل الله يا سامري مرك أي طبعا الله حسين بازو أمره حسين غازي ها أي وسنة بالحين ياش كم ذا أي إيش كيوينا ها كيوينا مركا أي واحد يجينا ورق لي يا حسين قاسم نصوت دراي أي إنه برهنا صوت دراي أي هذا أنا واحد يجي بحبك ما تشيران أي مركا هذا أنا ماشي سودوينتا رئيس الوزراء هي وشو ضياش دبنا ك محاكم يا مامل كي دولة الفدرال كهيدا الصومالية وحال شلا يدو تكتي ماشة مرحلة دي أي شوكان أن لوك على هارين الصومالية ودنا ماشة حاضر كتاي يكوي له هدا الصومالية وقاعدة نوكي أون لفها أيان هرا ورجلي ونكو يلمريه النساقات رئيس الوزراء هسوي دويني وين الديدين هذا مجهول مجهول أنا أنا وياك جيلان مركب هذا ويني دونا وانيلو ديدا سيوكا رادي قالوا يا نقولوا هذا ويني دونا وانيلو ديدا وصلنا بنا ليالا مركب أي شيء دونا وحبك ما تري هذا بقول هذا توه كاسا إيش عدانتي وحبك دلي محمد هذا أنا لفتي إيوه يحزن قاسم كي إيوه إيه أتمنى نقص يحزن قاسم ولا فرق يسوع محمد هذا هتو وحن قريب كده دتنا وحيله هما يسقى بوتيبة برشاه بيسقى بوتيبة ومستفى مو جين أنا ولكن مستفى مبانو سعرنا سقى بمسؤول كأمياش موقته الحين ياش سقى من الحين هو أجيب وعي وما صدق وقدم بنتي نكلي للجامعة فيز الوزارة حمزة تجتان كيسة وحق هوايا رتم كاتس وحق سلسين ما ده حق لقاها يو وحاجته وحسي بورن معها ماشي وانا نهر كودي صوب بوقنا يوي ما هي بدو انت ماشي حافظ دي سينه ودقنته ومعهم هو هايت وريركي ودقنته مركد ماشي معهم هو هايت ومواطن مين باش سينه ويتشوكتا ماشي انا المعليره ام ماشي كو كل ما هي مصطفى يلا كلي يلاهدو يا حمزه ماشي دولتي فدرال كده دنبا سوتها يا ما دولته واحد ماشي سوده او دن 4 3 مويان فيانك يلا تلياياش يو مويان إن أنت كلون وحافظي، إيه، مربو صوب بشارية، بس كصوب بشارية إنه الواحد معناه كلون ماشي الله تجيه، بيجي له دين، ونقولي هو دي تجيه، وريره هو دي، ونقيب كم ده تجيه، تاني هرجع حنقول حنقول أنتو كسو تجيه حمر، جرو بتجيه، أما بعيد بتجيه، حا سوق سوق رنيا، بدل كلون شيء سوق كليا، بدل كلا هي شيء سلام سوق، قيب سوماري كم يدوم، قيب سوماري كم يدوم تين، قيب يوتيوب كم يدوم تجيه. فيري مركل لو أساتش أشهى يا ما أساتش على ما سد واقع أوي سؤال سو يوتيوب كم ترسان هاي ما سؤال كم ترسان ما سؤال كم ترسان ها لكن يوتيوب كم ترسان يوتيوب واحد ستة هذا ما يوتيوب واحد ستة هذا كم ترسان يوتيوب ما يستو يوتيوب واحد ستة مركل سؤال هاي سؤال يا مركل قبسطه مركل سؤالنا إن سؤال كم ترسان لكن يوتيوب يا كريمي هذا حاجة يا هاي ترسان ده يا كريمي إيه كذي مركل لو فيري حمزة ضدك اللي رسلت كتاب كسوة حليين حمزة وان كسمية تجين وان جرو تجين وان بيد بات تجين وان لوسا مرير تجين أيوة هو تيجي كتير بلوينو تيجي سوما ما هاي بلوين كليو تيجي بلوين هو وان كاغر ربع بلوين أمر كلاغر ربع أنت كلا سوماليا سوماليا هل ملمونة تجين كتير وسوسي داي كتير بوا سوماليا وحكي قد وانت هاي بلويني ما مشروط كي ربعين وده ما أهنا سعي أطلع، تكتير واسو ماليو، أنت اسمك وان فعلا، مرجع سوق اسمه يجرو بغلا غرابة. اسكوم نوا اسكوم مدها واحد فرق يهاني عي يو يكل لي يهين ما أجرتو، كلية وين عدو هايستو، سيد الله جح رأينا يوم حامكوا لهذا الشباب قبل كهيران وكله، يربط يدو عن الله جح رأي توبية، ما هو دوانتا، دي جماعة سماريا ده الله هايستو، شباب واهستان توبية واهستا كان يواهستا. محمد كل هذا يتو ولا ولا بمال به هيستها هاي لكن كود ونوت هواي هذا لا تقول ما حل جود تجي يجنا واحد يبغى كتير ماله هدو كهر مرة كان إلا ما بحكمة كواس حكمة ونوت هواي كوا وكو تو كهر مرة يت ودبلك تي وحوا مصر ماله واحد دس هدي لا حماينا يو وحمانا يسا لكن هدي سي مرة تي عند عفوا قبل غفيري
oo dhul Soomaaliyeed oo u boqday ay tahay waa dhul Soomaaliyeed waa dal Soomaaliyeed waa dad Soomaaliyeed way mudan yihiin in la boqdo wax si buuran ma siyaasad ahaan marka la fiiriyo dawladda way ku khaldan tahay oo siyaasad ahaan marka la fiiriyo wadal la haysto cadu haysto horeen buu baahan yahay mooyaan ninka uma baahan iyo dhaanto aya Soomaaliga ra marka waxa fiican siyaasada Soomaaliya ee ma aragtay ku wajahan yaani deegaamada la haysto inay isku mid tahay ba ay ku fiicanan lahayd laakiin hadii iyagu ay kala duwayaan ana hadda waxba ma aragtay hadda in si ma aragtay fogaan meen oo ma aragtay bidac ayuu ku sii dareen meen waa dhul Soomaaliyeed oo la beeqday baan leenahay Itoobiya aan haysta meelaha la haystana uu ka mid yahay waxa si buuranna ma jirto isagana dadka iyo dal waxaan leenahay bulshadana si fiican u soo salaan oo ha xabadiyo saaxiibkay jaamac galada iyo haa intaan ku soo gabagabeeyo qodobka tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo.